بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم يبعثون. ببركة الله إن شاء الله أبدأ معكم فيديو اليوم بعنوان تبسي البطاطا مع الدجاج، وهو تبسي صحي. أتمنى ينال رضاكم وإعجابكم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم في قناة الطبخ العراقي الأصيل. اليوم حبيت أسوي لكم تبسي البطاطا مع الدجاج بطريقة جدا صحية وجدا سهلة، أتمنى تنال رضاكم وإعجابكم. خليني أبدأ وياكم بالمكونات. أحتاج إلى دجاجة غاسلتها بمي وملح، ومحتاجة إلى طماطم مقطعة إلى حلقات، وطبعا بطاطا أيضا مقطعة إلى شرائح أو حلقات بهذا الشكل، وبصل مقطع بنفس الطريقة، طبعا الكمية حسب أفراد العائلة. أحتاج إلى نصف كوب بقدونس مفروم أو كرفس بكيفكم، أحتاج إلى ربع كوب من الخل، وأحتاج إلى ليمونة كاملة أو نصف ليمونة حسب رغبتكم، بالإضافة إلى ملح وبهارات المشكلة وبهارات الكاري اللي هي صار عبارة عن معجون كاري توجد بعلب بالأسواق، بهارات هندية بس جدا طيبة تكون حارة تقدرون تستغنون عنها أيضا إذا ما متوفرة، وطبعا الكاري العادي اللي بكل بيت موجود، وأحتاج إلى فلفل أسود مخلوط وفلفل أبيض، بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من الصلصة اللي تجي مثل صلصة الباربيكيو تكون مدخنة بس حارة، وإذا ما موجودة عندكم تقدرون تستبدلوها بالصاص أو بأي نوع صلصة تحبوا، أو تقدرون تحذفوها تماما. خليني أبدأ وياكم بطريقة العمل. راح أسلق البطاطا لأن أنا أريدها صحية، ما أريد لا أقليها ولا أشوحها، بس راح أسلقها. راح أبدي أقطع الدجاجة أشيل كل الزوائد منها لأن هاي بيها دهون، وأنا مثل ما ذكرت أريدها صحية وخالية من أي دهون، حتى الرقبة أقطعها الرقبة. أقص هذا الجزء وهذا أيضا، طبعا أنا راح أخليهم أنصاف، بس شو أسوي راح أشرحهم بهالطريقة هذه. أشرحها زائد وأيضا من هذا الجانب، بعدين أدوبها. مثل ما ذكرت في فيديو سابق، الدق دائما يطري الألياف والأنسجة ويخليها تستوي بسرعة وتنضج وتصير طيبة، حتى التتبيلة تدخل بسهولة للجلد وللعظام. تقدرون تشيلون الجلد بس أنا ما أفضل أشيله، لأن أنا راح أحمصه تقريبا 15 دقيقة على الجريل وبعدين يلا أشوي بالفرن. صارت بهذا الشكل، خلي أكمل النصف الثاني. كملت الدجاجة ودقيتها وصارت بهذا الشكل، راح أتبلها. راح أخلي ربع الكوب من الخل، خل أبيض أو خل تفاح بكيفكم. راح أخلي معجون الكاري، وراح أعصر نص ليمونة، راح أخلي شوية من الملح ما كثر مو كل الملح، وراح أفركهم بإيدي. أهم شيء أدخل مكونات الكاري جوا، تقدرون تستبدلوا بأي نوع شطة يعجبكم، بأي نوع صلصة متوفر أنتوا عاجبكم طعمها، لا تتقيدون بنفس المكون، لأن هو الهدف من هذه الأكلة أكلة طيبة وصحية وسريعة وبنفس الوقت ما بيها لا دهون ولا زيوت. أتركها لمدة ساعة
على هذه التتبيلة وأرجع لكم. بعد مرور ساعة على تتبيل الدجاج راح أدهن سطح الجريل أو الطاوة بشوية زيت زيتون ما أكثر، وتقدرون تتبلون الدجاجة يوم كامل أو عدة ساعات، مو شرط ساعة، بس أنا شوية مستعجلة اليوم. راح أشوي الدجاج على سطح الجريل انتظر على كل وجه تقريبا 7 دقائق 8 دقائق، وبعدين راح اكمل سواءهم بالفرن، ارتبهم مع الخضار واكمل بقية النضوج بالفرن. هنا راح اقلب على الجهة الثانية. هسه ابدي ارتب الخضار بالبايركس، ابدي بشرحة بصل، وبعدين طماطة، وبعدين بطاطا بهذا الشكل. أرصهم على بعض. وأسوي نفس الخطوات، أيضا بطاطا، بصل، بعدين طماطا. أكمل الخط الثالث. أي ترتيب يعجبكم، هم بس مجرد تغيير يعني. رتبت شرائح الخضار الطماطة والبصل والبطاطا بهذا الشكل، وراح ادهن سطح الخضار بهاي الصلصة المدخنة اللي قلت لكم عليها. تقدرون تستبدلوها بالصاص او اي نوع صلصة يعجبكم، او حتى بدبس الرمان والكجب تقدرون تستبدلوها. بس دهنة بسيطة. صار للدجاجة تقريبا 14 دقيقة على النار، راح اطلعها لي راح اكمل سواءها مثل ما ذكرت سابقا بالفرن. راح اخليها فوق الخضار، راح اخلي النصف الاول هذا الشكل، اخلي النصف الثاني هنا ايضا. وادخلهم بالفرن، انا فاتح الحراره السفلى قبل 10 دقائق، بس قبلها راح اسوي الصلصه واخلي الصلصه عليها يلا ادخلها الفرن. بقايا الطاوه ما اغسلها لان هاي تعطي طعم كلش طيب للصلصه اللي راح اسويها. راح اضيف الملعقه من الكاري اللي ذكرت لكم اياها مسبقا، وملعقه من البهارات المشكله، وملعقه من الفلفل الاسود والفلفل الابيض مخلوطين سوا. راح اعصر عصره نص ليمونه. كل المحتويات بهالطريقة اللي تسقط قاع الجريل أو الطاوة. راح أضيف ربع كوب ماء. أنظف الطاوة كلها، ما أخذ بيها أي متعلقات، لأن هاي المتعلقات كلها تنطيني نكهة جدا طيبة. راح أضيف الملح. وأنا ما ملحت الخضار، يعني راح أعتمد على هاي كمية الملح بس، وأنتم بكيفكم التمليح، يعني تبون تملحون أكثر أقل بكيفكم. طبعا هي البطاطا مستوية 3/4 استواء، والدجاج نص استواء مستوي، تبقى الطماطة والبصل تستوي بسرعة. راح أخلي هسه البقدونس أو الكرافوس وأخلطهم وأطفي النار. راح أدير محتويات الصلصة على التبسي البطاطا والدجاج بهذا الشكل. انزل كل محتويات الصلصه بكل جوانب التبسي او البايركس، وراح ادخلها الفرن وفتحت الحراره السفلى على درجه 200 تقريبا، اخليهم نص ساعه، وبعدين 10 دقائق الله افتح الحراره الفوق حتى يحمر الوجه، او 5 دقائق يعني حسب نوع الفرن. راح اغطيهم بالسيليكون. هذا هو أعزائي الشكل النهائي للتبسي بعد ما طلعتها من الفرن، جدا طيب، جربوه إن شاء الله ينال رضاكم وإعجابكم. طبعا يتقدم مع رز وكلش طيب يطلع وياه، والوحدة أيضا يتقدم. وهذا هو الرز وياه.
الترتيب والتزيين شي راجع لرغبتكم وذوقكم. وأشوفكم على خير وسلامة وصحتين وألف عافية. أشكر كل متابعين الأعزاء اللي تابعوني على جميع البرامج. متمنية للجميع حياة سعيدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.